كرامي سيدي. وين العريف استو؟ برا سيدي عم يشرف على اطعام الخيل بالزريبه. خليه يترك الزريبه ويجري عندي. حاضر سيدي احترامي. والله قصتك يا ابن ابو خاطر ما عم تروح من بالي. اتاريك طلعت وسخ وعوايني واطي. بدك تتهم عناصر المخفر انهم هن اللي قوصوك. نسيان انه ابو جودات فهمان كل شيء. لا يا خاطر. انت ومعتز وعصام يلي هجمتوا على المخفر لحتى تقوصوني. وتاري معكم كبير كتير كتير كبير. ولا ما اخده. ايه الا ما اخده. احترامي سيدي. يا ليه رستو انت بذات نفسك عم تشرف على علف الخيل؟ ايه سيدي، لان يلي لاحظته انه علف الخيل عم ينسرق من قبل بعض العناصر، مشان هيك قلت لحالي يا ولد تشرف على الموضوع بنفسك. لا يا رستم لا، انت اكبر من هيك بكتير. كلف حدا من العناصر يشرف على علف الخيل وانت مسيك. شو هي سيدي؟ وصفه كتب لي اياها الحكيم بالاسبيتال، الله يرضى عليك جيب لي اياها من الفرماسيه. ايه بتمر سيدي، يعني روح انا ولا ابعت حدا من العناصر؟ لو بدي ابعت حدا من العناصر كنت بعته. بدي اياك انت ذات نفسك لاني ما بثق بحدا غير فيك. حاضر سيدي. احترامي سيدي. كواد نف، شو في اخبار جديده عن الاسرى؟ سيدي ما في اي اخبار عن الاسرى، لانه الجماعه اللي اعتقلناهم ما اعترفوا باي شيء، يعني ما في نتيجه من اعتقالهم. كيف يعني؟ يعني هن ما بيعرفوا شيء عن الاسرى؟ سيدي يمكن اللي بقوا جوات الحاره ما بيعرفوا شيء عن اللي عم يخططوا ابو حاتم وجماعته. اذا هن ما بيعرفوا شيء، لكن مين بده يخبرنا كيف استطاعوا يهربوا مع الاسرى ويهربوا الاسلحه معهم؟ كيف؟ سيدي ما بعرف فعلا، هي شغله بتحير. بفوتوا على الحاره وبيطلعوا هيك على كيفهم، ونحن قاعدين هون يبدو انه ما عاد في فايده لا من الحصار ولا من وجودها هون. سيدي انا بقترح انه ما نخلي ولا زقاق بالحاره بلا ما نراقبه، لانه اذا عم يفوتوا ويطلعوا بكل هاي السهوله معناها الا ما يرجع حدا منهم مشان شي شغله. كيف يعني؟ سيدي بنفوت دوريات على الحاره بشكل مفاجئ، وبنقطع عنهم الاكل والشرب، ومنصادر كل شيء عندهم موني. تبدا الليله. يعني ما بتعرف لي وين بلاقي؟ راح لعند جناب الكومندان بيطوي. يعني قديش مدته الاجتماع؟ خلص كتر خيرك يا اخي، كتر خيرك، خلص خلص. انا ببقى امر لعنده، كتر خيرك، فضلت على راسي، شكرا. من بيتك مع السلامه. دخل. احترامي سيدي. اهلا رستم، جبت الدواء؟ ايه سيدي جبت، تفضل. لمو ايديك. قديه طلع حقه؟ مو مستاهله. مو مستاهله، مو مستاهله. دخلك ما قلك شلون طعمته؟ انا ما بحب الدواء. طعمته مرة كتير، يخرب بيته على الطعمة. ايه يا ابني عرستم، انا طالع بمأمورية ما بطول. دير بالك عم افر بغيابي. حاضر سيدي. الساعة. ولك نايم انت وقع على ورد، شد حالك. لك شو هالزلمة هاد؟ لك قالوا لي عنه بالهموطي ما سدات لشفت بعيني. إيه بس لا، إيه على مين يا أبو جودات؟ على رستو؟ بسم الله. وات؟ احترامي سيدي. لك العمى ضربك 100 مرة، قلت لك بتدق شوي شوي وبتفوت، ما عم تفهم؟ حاضر سيدي، بس بدي اخذ اذن منك سيدي وروح الليلة على البيت. لا الليلة انت بتناوب، انا بدي اروح على البيت. ما بعرف، حاسس حالي تعبان، بالاخص بعد ما اخذت من هذا الدواء اللي جبت لي اياه، دايخ ومو عارفان شو صاير لي. سيدي والله ما بعرف شو بدي لك، يعني سيدي حرمتي عم تولد سيدي. وزي عم تولد؟ وشو بدك تعملها يعني؟ الحرمة تركها تولد على مهلها، وهي الشغلة ما شغلتك ولا بتفهم فيها. سيدي هذا أول ولد إلنا سيدي.
شو يعني اول ولد؟ ولك يا ابني اول ولد مثل عاشر ولد. الولاده ولاده، نحن الرجال ما بيطلع بايدنا شيء، ما فينا نساوي شيء، اللي بيساوي الحريم اهليتك اللي هن معها. يا سيدي الله يخليك، مشان الله بوس ايدك سيدي، والله ما قلنا حدا يعني، انا امي ميته من زمان، واخوات بنات ما عندي، والمراه اهلها بطرابلس، والله يا سيدي هلا من ساعه كنت عندها بالبيت وتركتها عم تطلع، يا دوب اجت داير عندها تركتها وجيت لهون، مشان الله سيدي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بدك تعمل لي من ولادك مرتك اكواني هلا؟ اضرب روح على بيتك. كتر خيرك سيدي. بس وينك؟ بدل هالليله هي راح تناوب ليلتين بالكراكون. ها سيدي بناوب ليلتين وثلاثه وقد ما بدك سيدي، مخاطرك. اسمع يا رستم، ايش كان اجاك صبي ما جبت حلايه تحليني؟ قسما بالله لحطك 10 ايام بالحبس. انت ويا ابني فتحوا لي عيونكم منيحه، ما بدي حدا تقبض عينه الليله. حاضر سيدي. بلعية النفس من وقت اللي أخذت الدواء تبع هذا الدكتور وأنا علبت نفسي، حاس بحالي كأني أكل راسي على جنابي مودران. ألو. نعم أنا أبو جودات. احترام يا سيدي. نعم يا سيدي، جيت لعند جنابكم اليوم الصبح وما لقيتكم. حاضر سيدي، بكرة من الفجر بكون عندكم سيدي. تمر سيدي. احترامي. الله معكم سيدي. الو. نعم انا بجودة رئيس المخفر. من عم بحكي؟ خير يا أخي؟ شلون؟ خناقة كبيرة كتير، عارة النعناع؟ سبع عدلة؟ خمسة شرحة؟ يا لطيف لهلا شغال الخناقة. طيب يا أخي لا حدا يتحرك من مطرحه، راح باتلك العناصر كلها بيوقف مطرحه. لا خلاص يا أخي فهمنا، سكر خلاص، راح باتلك العناصر، مع السلامة يا ابني. يا حرس. احترام سيدي. اسمع يا ابني، بتروح بتفيق العناصر كلهم، يجوا يستلموا سلاحهم على مشبك سلاح، بتترك لك ثلاث عناصر هون، الباقي كله بتاخده بتروح على حارة النعناع، في خناقة كبيرة كتير، فهمان؟ حاضر سيدي. لك واقف لك؟ لك حيوان ما بتتحرك لحتى اقول لك تحرك، فهمان؟ تحمل حالك انت والعناصر بحارة النعناع، بتجيبوا كل الموجودين هنيك بما فيهم الجرحى، فهمان؟ حتى لا تلمع حدا بيقرب عليهم، خلصني يلا. شو مو رايح معنا سيدي؟ لك قليل الادب، بدك تقول لي شو ساوي شو ما ساوي؟ قسما بالله 25 يوم استك بالسجن، فهمان؟ لا ولا لا، لا لا ما بعيونه شو حيوان؟ هل شو؟ بدك تروح معنا سيدي؟ لك شو الخناقه هي؟ سبع قتله؟ اي مو خناقه، اي مجزره؟ لازم احكي مع الداخليه. لا ما بدي مؤازره من حدا، خليني بيض وش، جبت شينا مكافأة مالية وترفيهة، والله وراح تنعش معك يا أبو شوتات. مرحبا شباب. أبو صبحي ليش تأخرت؟ صار معي شغلة أخرتني، بعدين بحكي لكم إياها. بسيطة. هلا أنا وأبو أحمد رفع الجيت، وأنتوا اثنين بتلحقونا ماشي؟ ماشي. الله معنا. لا إله إلا الله. يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. منلاقي أبو جودت هون؟ إيه هون. شو في منه؟ الداعي أبو أحمد، أنا جايب له رسالة من عند أخولي بالقديس. إيه تكرم، حضرتك من هني؟ آه والله من هناك. والأخ؟ والأخ قرابتي، قرابتي من الشام. إيه أهلا وسهلا، الحقوني. لحظة، كأني شايفك قبل هالمرة ما؟ ايه مظبوط مظبوط شايفه. جودت امال على حالك، ما عايزك لك ما حلك، تفهم اني اقرب لك من خيالك ولا؟ ابو احمد خذ فندق. لا
ترى على عرضك يا معتز كله للفرد. دخيلك والله بيخرب بيتي. الله يخليك لك. هلا الفرد اغلى من روحك لك ابو جودات. لك والله ما سويت شيء. شو قبلني؟ امشي معنا على نصتك ولك. احسن ما اسلخك رصاصه بنص راسك. لا يا سيد معتز ببوس ايدك بلاها. لا طالعني خطف منها ومن قدام العناصر من المخفر ببوس ايدك. بدك تخرب بيتي يا اخي. ابو احمد اشحطوا بدنا يرجعوا العناصر. اشحطوا يرجعوا العناصر. يعني اخباريه خناقه حرب النعنع كذبه. صح النوم. ما انت ولا على بالك نايم في العسل. امشي ولا امشي شباب. امشي يلا امشي امشي. حاتم اخي وحبيبي يا ابو حاتم. الله يمسيك بالخير والله ما عم صدق عيوني. اهلا وسهلا فيك يا ابو جودات. شو نعمل في عم يا ابو حسن؟ قلت له فشكه براسه. امره لا بوسيك لا توصوني. بوسيك الواحد واحد والله يا جماعه انا ما دخلني جرحنا حد. الله ما طاب الله وكيلكم ما دخلني. لا توصوني بشار الله. خايف من الموت ولك ابو جودات؟ ما هيك والله صد ما بس خايف. اي والله خايف. في حدا ما بيخاف من الموت؟ وما زالك خايف من الموت؟ ما تبطل هالندالي وتكنه تهدى بقى. وحياة معزتك يا اخي ابو حاتم بطلتها من زمان الله وكيلك. لك شلون بطلتها ولك شلون بطلتها؟ الرجال اللي اخذوها من الحاره مو انت اللي فسدت عليهم قالك واطي؟ مو انت الله وكيلك؟ مو انا قاعده ما عرفت ايش كان. انا ما دخلني. بالعكس يا جماعه الله وكيلكم دريت انه خاطر ابنه بخاطر من الاسبيتال. اما رحت للشقه عليه وتطمن عليه. لو كنت بدي بلغ عنه كنت بلغت عنه وشحطوه. خاطئ؟ بلا خاطر. قاعدة معافيتي ورحمة أبوك يا سيد معتز ما عم بكذب. إذا ما بتصدقوني بعتوا واحد من طرفكم خلي شق عليه. بعدين أنا قاعدة من المؤاخذة لو كنت بدي ضرك ضريته والحكيم يلي عالجه. أبو جودات مرني أخي وحبيبي أبو حاتم مرني. أنت بتمر على رقبتي. هي فكاكة انه يطلعوا رجال كلياتهم من الحبس واولون عصام وبكره قبل الظهر بيكونوا بالحاره. شلوني معاه؟ دخيلك يا ابو حاتم دخيلك. والله انا ما خصني ما بيطلع بايدي هيك شغله. هاي شغله شغله ضابطيه وشغله مستشارين وعسكريين فرنسيين. الله وكيلك انا ما بيطلع بايدي. صدقني يا ابو حاتم ان يلي مسكوهن وقدوهن على التحقيق. ولك شلون ما بيطلع بايدك؟ ولك شلون ما بيطلع بايدك؟ انت حشير مناخيرك مثل العاده بيناتهم وقول لهم هدول الرجال ما لهم علاقه بشيء. بيطلع بايدك. حاضر خلص. ورحمة أبوك أبو عصام لحاول لحاول. خلص يا جماعة صدقوني لحاول. هاي لحاول وبركدان وبعمل على قد جهدي ما عاد يمشي معنا. هلا بدك توعدنا وتنفذ وإلا بيكون بكرة آخر يوم من عمرك وعيارك فشكي. أكل عمي أكل. وهون وهو بيعرف إنه نحن ما بنمزح منوب. مزبوط 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 سيد معتز. خلاص خلاص الله وكيلك. راح عشان مرقيني بالموضوع. بركدان بينحل إن شاء الله يا رب بينحل. طمشوا له عيونه وخذوه لعند النهر. هلا هدول كلمتين اللي كنتوا عاوزيني فيها. الله يسامحك يا سيد معتز. طب كنا قلنا ان احنا قاعدين بالكراكول على كاسه شاي. يعني ما كان في داعي تقل على الرجال. يعني عدم المؤاخذه منكم بغير من اوديا يا رجال. يلا يا تاخذونا صدرك شو بتحكي؟ عدم المؤاخذه يعني. امشي لشوف هلا بدك. اعطوه فرده قبل ما يمشي. ابو حاتم اخي وحبيبي يا ابو حاتم. الله يمسيك بالخير والله ما عم صدق عيوني. اهلا وسهلا فيك يا ابو جودات. شو نعمل في عم يا ابو حسن؟ قلت له فشكه براسه. امره لا بوسيك لا لا توصوني. بوسيك الواحد واحد والله يا جماعه انا ما دخلني جرحنا حد. الله ما طاب الله وكيلكم ما دخلني. لا توصوني بشار الله. خايف من الموت ولك ابو جودات؟ ما هيك والله صد ما بس خايف. اي والله خايف. في حدا ما بيخاف من الموت؟ وما زالك خايف من الموت؟ ما تبطل هالندالي وتكنه تهدى بقى. وحياة معزتك يا اخي ابو حاتم بطلتها من زمان الله وكيلك. لك شلون بطلتها؟ ولك شلون بطلتها؟ الرجال اللي اخذوها من الحاره مو انت اللي فسدت عليهم قالك واطي؟ مو انت الله وكيلك؟ مو انا قاعده ما عرفت ايش كان. انا ما دخلني. بالعكس يا جماعه الله وكيلكم دريت انه خاطر ابنه بخاطر من الاسبيتال. اما رحت للشقه عليه وتطمن عليه. لو كنت بدي بلغ عنه كنت بلغت عنه وشحطوه. خاطئ؟ بلا خاطر. قاعدة معافيتي ورحمة أبوك يا سيد معتز ما عم بكذب. إذا ما بتصدقوني بعتوا واحد من طرفكم خلي شق عليه. بعدين أنا قاعدة من المؤاخذة لو كنت بدي ضرك ضريته والحكيم يلي عالجه.
أبو جودات مرني أخي وحبيبي أبو حاتم، مرني أنت بتمر على رقبتي. هي فكاكة أنه يطلعوا رجال كلياتهم من الحبس وأولون عصام، وبكرة قبل الظهر بيكونوا بالحارة. شلوني معاه؟ دخيلك يا أبو حاتم دخيلك، والله أنا ما خصتي ما بيطلع بيدي هيك شغلة. هاي شغلة شغلة ضابطية وشغلة مستشارين وعسكريين فرنسيين. الله وكيلك أنا ما بيطلع بيدي، صدقني يا أبو حاتم إني يلي مسكوهن وقدور على التحية. ولك شلون ما بيطلع بيدك؟ ولك شلون ما بيطلع بيدك؟ انت حشر مناخيرك مثل العادة بيناتهم وقول لهم هدول الرجال ما لهم علاقة بشي، بيطلع بإيدك. حاضر خلص، ورحمة أبوك أبو عصام لحاول لحاول، خلص يا جماعة صدقوني لحاول. هي لحاول وبركدان وبعمل على قد جهدي، ما عاد يمشي معنا هلا. بدك توعدنا وتنفذ وإلا بيكون بكرة آخر يوم من عمرك وعيارك فشكي. آكلة عمي آكلة. وهون وهو بيعرف انه نحن ما بنمزح منوب، مزبوط؟ مزبوط مزبوط، سمعتس. خلاص خلاص، الله وكيل كان راح عشان مرقيني بالموضوع، بركدان بينحل ان شاء الله يا رب بينحل. طب شو لعيونه وخدولي عند النهر؟ هلا هدول كلمتين اللي كنتوا عاوزيني فيها، الله يسامحك يا سيد معتز. طب كنا قلنا ان احنا قاعدين بالكراكول على كاسه شاي، يعني ما كان في داعي تقل على الرجال. يعني عدم المؤاخذه منكم بخير من اوديها يا رجال، ما تاخذونا عسرناكم، عدم المؤاخذه. يعني امشي لشوف هلا بدك. اعطوه فرده قبل ما يمشي. وزع العناصر على زوايا الكراكول، ديروا بالكم منيح. ها حاضر سيدي. الو يا قياده، لكنتوا علينا بقى. ان شاء الله خبرت الداخليه اللي صار معني عليه الخط. سيدي منيح منيح كثير، ولدك مرتاح؟ بلى سيدي ولدت وجاب الصبي. يا رب بيعزك ان شاء الله. سيدي فهمني شو صاير. لا ما صار شيء، شغله عاديه. سيدي شلون يعني عاديه؟ ثلاث عناصر من المخفر مربوطين بالحبال والمخفر فاضي وحضرتك مختفي. انا ما كنت مختفي، وانا اصلا عملت هالعمليه. انت هيك عملت قصدا سيدي؟ اي نعم عملت هيك قصدا، لحتى اشوف جاسية الكراكون، خليت كم واحد يفوتوا على الكراكون ويخطفوني. وخبريتك نات حارة النعنع يلي راحوا عليها العناصر ما لقوا فيها شيء؟ كمان كذبة وانا فبركتها، لحتى اشوف الجاهزية، قادرين تحموا المخفر وتحموا حالكم؟ اما طلعتوا للاسف هبط بيض الوش، لا قادرين تحموا حالكم ولا قادرين تحموا المخفر. واذا استمريتوا على الحالة رح تخربوا بيتي، فهمان؟ نلعب الخريطي خليك تساوي لي كاسة شاي. حاضر سيدي. يا اهل المرور والعزة والطيبة والنخور والشرف والشهامة، انسى الايام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.